طبعا احنا عندنا في الفتره الصباحيه كان في اكثر من اخطار بالنسبه لبعض المعوقات على الطرق السريعه، وايضا بالنسبه لطرق داخل القاهره كان عندنا اهمها المستمره معانا حتى الان في سياره نقل ثلاث ارباع متعدي على طريق دايري امام قبل مدخل نفق 90 المتجه لمناطق المعادي، في سياره ثلاث ارباع نقل محمله بعض الادوات الصحيه اختلاعات القياده وانقلاب بيتم التعامل معها الان من خدمات الاداره العامه المرور لرفعها والانتهاء منها، تاثيرها بسيط على الطريق لان الطريق في المنطقه دي واسع وايضا في طريق كدمه فمش مقصره بشكل كبير، ايضا في بعض الكثافات في منطقه اعلى قصر النبي المتجه لمناطق الاستراد وايضا اعلى الاستراد المتجه لمناطق العصبيه، في ايضا عندنا ما زالت كثافات في منطقه نفق السلام والقادم من الزراعة اتجاه النفق وبيتم التعامل ايضا معها من قبل خدمات الاداره العامه للمرور للانتهاء منها. كان في الفتره الصباحيه لطريق الاسماعيليه على كوبري التعمير القادم من القاهره اتجاه طريق الاسماعيليه كان في مصادمه بين سياره ملاكي ودراجه ناريه، وكان مصاب قائد الدراجه الناريه وتم الانتهاء منها بمعرفه الاداره العامه للمرور القاهره، والحمد لله الحاله بنفس المكان جيده. باقي الطرق السريعه يمكن عندنا احكام حركه مرتفعه على الطريق الزراعي قادم من الاقاليم اتجاه القاهره، كان في على الطريق الزراعي بلاغ في الفتره الليليه كان حوالي الساعه 2 صباحا على كوبري بانها خلال سياره نقل مقطوره محمله طفلة كان اختلال على القياده وانفجار اطار وانقلاب السياره، طبعا كان سبب اعاقه بشكل كبير جدا للقادم من القاهره اتجاه الاسكندريه. كان تم تحويل الطريق على المسطح الارضي للكوبري لحين الانتهاء، تقريبا تم الانتهاء منها الساعه 4 صباحا عقب رفع السياره والحموله وعاد الطريق لحالته الحمد لله الان. باقي الطرق السريعه ما زالت فيها الحاله جيده، يمكن هو محور 26 يوليو اللي فيه احجام حركه مرتفعه القادم من اكتوبر اتجاه مناطق ميدان لبنان، الافضل في البدايل استخدام مناطق الدائري او مناطق صفت اللبن ومحور عرابي. بالنسبه لداخل القاهره عندنا احجام حركه المعتاده في الفتره الصباحيه يوم الاربعاء، يمكن اهمها مناطق كوبري اكتوبر في الاتجاهين في منطقه الوصله المعلقه، لطف السويد يمكن استخدامه كبديل جيد حتى الان، ايضا بالنسبه لمناطق صلاح سالم في المنطقه المحصوره من كوبري اكتوبر حتى مناطق نفق العروبه، وايضا ده الاتجاه المنتجه للمطار والقادم المطار في تجميع في منطقه نفق العروبه. طبعا بنأكد استخدام الاستراد هيكون بديل جيد جدا لمناطق صلاح سالم في المنطقه اللي فيها احجام حركه مرتفعه، ما زال حاله الاستراد تعمل بشكل جيد جدا. عندنا ايضا مناطق ال ان اي او محور شهيد ومناطق الثوره ما زالوا يعملوا بشكل جيد. كورنيش ما زالت الاحجام اللي عليه متوسطه على مختلف القطاعات، يمكن منطقه الروضه المتجه ل التحرير فقط اللي فيها بعض التجميع، السجال الاخر يعمل بشكل نقدر نقول جيد حتى الان، وان شاء الله بنتابع مع حضراتكم، وطبعا بنهني حضراتكم وجميع الامه الاسلاميه بالسنه الهجريه الجديده، طبعا بكره هيبقى عطله رسميه، فطبعا متوقع ان في احجام حركه هتبقى مرتفعه من القاهره والجيزه اتجاه الاقاليم بشكل كبير النهارده بعد الفتره المسائيه. طبعا خدمات الاداره العامه للمرور متواجده على كافه الطرق السريعه لمحاوله تسهيل الحركه المروريه، طبعا لو في اي اضطرابات او اي بلاغات على اعاقه حركه على الطرق السريعه او اي حوادث او اي معوقات طبعا بتتوقع على تليفونات الاداره العامه للمرور الموجوده في غرفه العمليات اللي هي 0122 111 4 اصفار 0122 111 4 اصفار، وان شاء الله يبقى ما فيش مشكله على الطرق السريعه النهارده بالكامل، وبنتابع مع حضراتكم لو في اي